بجدد التحية بحضراتكم مرة تانية في استاد مصر والاستوديو التحليلي الخاص بأولى مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر. المباراة اللي جمعت النهارده فريق أنبي بفريق فيوتشر وانتهت لصالح فريق أنبي بركلات الترجيح بعد ما المباراة شهدت الوقت الأصلي وكمان الشوطين الإضافيين. يمكن كان في أحداث مثيرة جدا خلال اللقاء، وكان حصيدة يعني الإثارة دي 8 إنذارات وطرد يا كابتن أسامة، ده كان رقم كبير قوي. المباراة دي رقمها كبير في كل حاجة، يعني في حالات الانذارات وفي الطرد وفي الفرص الضائعة وفي وقت المباراة. إجمالي المباراة كان وقت كبير جدا، كل أحداثها مثيرة وجميلة، ومن المباريات اللي رغم الإثارة الشديدة اللي فيها إنما كلنا كنا قاعدين مستمتعين بأداء مباراة جيدة وتركيز عالي صحيح. جدا من الاثنين مديرين الفنيين كابتن علي ماهر وكابتن تامر مصطفى، وتركيز كبير جدا من لاعبي الفريقين، وكميه فرص مهدره انا ما شفتهاش في مباراه قبل كده في الدوري او في حتى في الكاس قبل كده، بكميه فرص كبيره من الفرقتين اذا كان من نادي فيوتشر او من نادي انبي. كان يقدر كل فرقه منهم تخلص المباراه في الملعب قبل الوصول الى ضربات الجزاء. انما طبعا كانت في كلمه كبيره جدا النهارده للبلقوطي ان هو يكون صاحب الرؤيه والتميز ان يرفع أداء إنبي خلال الوقت الأصلي 120 دقيقة والوقت الضائع الإكسترا تايم 30 دقيقة الأخرى، إن يوصل بنادي إنبي إلى دور الثمانية في بطولة كأس مصر. طبعا كل ده بيودينا وبيدينا مؤشر ان في حاجات جميله موجوده في الكره، رغم في الكره المصريه رغم السلبيات اللي احنا شفناها في بعض الاوقات من المباراه من الشد الكبير جدا العصبي صحيح. اللي كان في بعض اللاعبين خلال المباراه والاجهزه الفنيه، انما في حاجات كتيره تقدر تقول ان الكره المصريه ممكن تحط وتنقل نفسها في حته كويسه جدا زي الكره العالميه والكره الاوروبيه. صحيح.